العثمان ممثل جامعة تونسية الكاتوليكية الفوزر عملية هذه نعرف المرشي الألماني السوق الألمانية وقيمة السوق الألمانية لتونس حقيقة كان عمل جبار ورشة تحضيرات من نوفمبر 2021 من نحاضروا نحاضروا فيهم هو بطبيعة الحال هو استدعاهم سيد وزير السياحة السيد واحد السين بالتنسيق مع سيد جابر بن عطوش اللي هي الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والديوان وصلنا ربي وقنعناهم باش ينجموا يعملوا المؤتمر تاعهم في تونس الهدف من هذا هو ايجاد خط مباشر فرانكفورت توزا اللي هي اول مره حاولنا احنا باش نبرزوا المنتوجات اللي موجوده في الجنوب خاطر ثم بروجرام كوما ثم اربع بروفات حاولنا باش نحاولوا نوروا لهم المنتوج والمخزون اللي موجود في الجهه ثم جروب باش يمشي للصحراء يبيعوا في الصحراء ثم اللي باش يمشي شتني تطاوين القصور والدويرات ثم جروب باش يقعد في توزر نوروا لهم الاماكن توزر تاع مقزا وعمق الشمال اللي كنا فيه ونفطه وكل المناظر اللي موجوده هنا الهدف من العمليه هذه والفورم هذا اولا نوروا لهم شنو تونس راهي فيها برشا خصوصيات وبرشا حاجات باهيه والهدف انه تكون عندنا خط مباشر فرانكفورت توزر اللي هما ان شاء الله نهار 10 ماي باش يوقعوا ورك شوب كل واحد باش يقدموا شنو اللي شافوا وشنو اللي عجبهم وشنو نجموا نحسنوا لاقناعهم بطبيعه الحال ان شاء الله يقتنعوا باش ان شاء الله يوفروا لنا طياره زوج طيارات في الاسبوع فرانكفورت توزر مباشر تولي عندنا توزر اللي هي سياحه الامور وسياحه الاقامه حتى خاطر هذيك اللي باش الجهه تزدهر فيها والاقتصادي يتحرك من هنا في الساعه كي يجي مباشره بطبيعه الحال باش يكون الميزه للجهه نوعا ما الجهه تتمتع خير من يبقى يجينا معناها كوادر موجوده شفناها في جروبات معناها ثم اليوم كود دو موند نحاولوا باش نواصلوا هذا المرشي الالماني نحاولوا باش نواصلوا على مرشيات اخرين فرانسيس كلاين اسبانيول نعرفوا السياحه الصحراويه والوحيه انا نعتبرها هذه هي العمليه دي باش تعطينا نقطه الانطلاق ولا الاقلاع بالنسبه للسياحه الصحراويه والوحيه في المستقبل وانا ناكد حاجه ان شاء الله ربي ما يخيبناش في المستقبل باش يكون باهي في السياحه في الجهه.